سنة وانت طيب يا كابتن ربيع. كابتن ربيع ياسين طبعا احد نجوم النادي الاهلي الكبار، النهارده عيد ميلاده ولعيب مهم جدا ومن اللاعبين اللي سابوا بصمه كبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي من حيث عدد الالقاب والمباريات اللي لعبها في الحقيقه. خلينا نقول لحضراتكم كابتن ربيع ياسين لعب مع النادي الاهلي مباريات عديده والقاب عديده خاضها وفاز بها مع النادي الاهلي، 17 لقبا مع الفريق، 5 دوري، 6 كاس مصر، 2 دوري ابطال افريقيا ما شاء الله، 3 بطولات افريقيا ابطال الكؤوس وكاس افرو اسيوي. دي بطولات الكابتن ربيع ياسين مع النادي الاهلي. كمان خاض مع منتخب مصر عدد كبير جدا من المباريات في الحقيقه، 118 مباراه دوليه، واهم ما يميز مسيرته الدوليه مشاركته طبعا مع منتخب مصر في كاس العالم 90 وتالق كمان في هذه البطوله بشكل ملفت. كمان النهارده عيد ميلاد نجم كبير جدا جدا من نجوم النادي الاهلي التاريخيين ايضا، واللي سابوا بصمة أيضا كبيرة جدا في تاريخ النادي الأهلي، كابتن محمد بركات. بركات طبعا نجم من النجوم اللي ما يقدرش أي أهلاوي ينساهم، أداء إيه ورشاقة إيه وسرعة وكل حاجة، بصراحة نجم كبير جدا ومن اللعيبة اللي صعب تتعوض، من اللعيبة الأذكية جدا جدا في الملعب، مش سهل إن أنت تلاقي بركات تاني، وهو من النجوم اللي بتخلينا نترحم على ايام هذا الجيل الذهبي، عصر كان موجود في جيل ذهبي عظيم جدا في النادي الاهلي. لكن بركات ايضا حصد بطولات عديده وعديده مع الفريق، لعب 243 مباراه، جاب 61 جون مع الاهلي، 7 دوري، 2 كاس مصر، 4 سوبر محلي، 5 دوري ابطال افريقيا ما شاء الله، 2 سوبر افريقي، وكمان حصد أمم أفريقيا مع منتخب مصر 2006. لعيب صعب جدا جدا أن جمهور النادي الأهلي ينسى محمد بركات، ونفسنا أن احنا نشوف بركات تاني مع النادي الأهلي بنفس المستوى، بنفس الذكاء في الملعب، بنفس الرشاقة والمرونة في الحقيقة في المرور بالكرة. بالمناسبة كمان بركات من ضمن اللعيبة أو اللعيب يعتبر الوحيد اللي ما خسرش من نادي الزمالك في كل المباريات اللي لعبها قدام نادي الزمالك، بالتحديد كمان مع النادي الاهلي، كل المباريات اللي خاضها محمد بركات مباريات القمه النادي الاهلي ما خسرش من الزمالك. فنجم كبير جدا واسطوره من اساطير الكره المصريه في الحقيقه والنادي الاهلي. كل سنه وانت بخير يا كوتا، وكل اساطيرنا طبعا بشكل عام كابتن ربيع ياسين كمان كل سنه وهو طيب. ماشي، الفريق بيستأنف استعداداته النهارده، وده الاهم بقى بالنسبه لنا خلال هذه المرحله لما هو قادم من تحديات هامه جدا. تبتدي طبعا ببطوله دوري ابطال افريقيا وذهاب دوري 32 امام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه. المباراه هامه لعده جوانب، اول حاجه انت هتلعب المباراه بره ارضك، فمحتاج ان انت باذن الله تعمل نتيجه مريحه قبل مباراه العوده، والاهم كمان ان هي اول مباراه للمدير الفني الجديد مستر رينييه فايلر، المدير الفني السويسري للنادي الاهلي، فبالتالي تحضيرات عديده لهذه المباراه سواء للمدير الفني نفسه وايضا اللاعبين كما هو المعتاد. للمدير الفني ليه؟ لان هي اول مباراه ليه واول مباراه افريقيه في مسيرته بشكل عام، فالاجواء لسه بياخد عليها وبيتم ان هو يتم من خلال هذه الاجواء ان هو يتعود على الامور في افريقيا بتبقى ماشيه ازاي وفي مصر وفي كل حاجه، لان هو يعتبر او اكيد مدير فني جديد، فبالتالي من هنا جاي اهميه هذه المباراه. استعدادات قويه، امبارح كان اجازه، الفريق استأنف استعداداته النهارده بدنيه واستعدادات فنيه بالكره، فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني الجديد والفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في هذه المباراه، وان هو يقدر باذن الله يفوز في هذا التحدي. لو مستر فايلر فاز في مباراة الذهاب هتبقى دفعة مهمة قوي بالنسبة له، سلام بقى لو فاز في مباراة السوبر مع الزمالك، مفيش أحسن من كده، مفيش أحسن من كده انطلاقة لمدير فني جديد مع النادي الأهلي، انطلاقة بفوز خارج أرضك وإحنا بقالنا كتير ما بنكسبش بره أرضنا، وانطلاقة بفوز على غريمك التقليدي نادي الزمالك ببطولة، بطولة السوبر، فبالتالي هتبقى حاجة كويسة جدا ودفعة ما بعدها دفعة، مفيش أفضل من كده لجهاز فني جديد. من خلال اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي واضح جدا ان الراجل دخل في الاجواء بسرعه، واضح جدا ان هو كمان عارف المطلوب منه ايه والتحديات المقبل عليها، الاهداف منها ايه، فبالتالي شيء مهم جدا
هذه الاستعدادات. البعض بيسأل عن مباريات ودية، هيبقى في ماتش ودي ولا لا؟ اعتقد ان الموضوع هيبقى صعب شوية، ولسه في احتمال ان يبقى في مباراة ودية، يعني ده طبقا طبعا لرؤية الجهاز الفني. لكن الوقت خلاص ضيق، انت مسافر يوم ايه؟ يوم الاربعاء اللي هو يوم 11 عشان تلعب المباراة بإذن الله يوم 14. النهاردة كام؟ النهاردة اعتقد 7 في الشهر. فلو في مباراة ودية ممكن يبقى في بكرة، هنعرف هنتأكد من كل هذه المعلومات من خلال مراسلنا في استاد مختار التتش، ونعرف موضوع الاستعدادات والبرنامج الخاص باستعداد الفريق للمباراة هيكون ماشي ازاي، حتى موعد السفر لغينيا الاستوائية. السفر هيكون طويل شوية، ترانزيت الأول في تنزانيا وبعد كده تسافر على غينيا الاستوائية، تقريبا الموضوع هيستغرق حوالي 11 ساعة، فأيضا بيبقى فيك إجهاد شوية. فبالتالي كان من هنا قرار السفر مبكرا قبل المباراة بثلاث أيام، توصل يوم 11 تستعد يوم 12 و13 وتلعب مباراة بإذن الله يوم السبت يوم 14. بالمناسبة الموضوع صعب شوية إن نقعد فترة كبيرة جدا كده من غير ماتشات النادي الأهلي، أعتقد كل الجماهير الأهلاوية وحشهم قوي إن هم يشوفوا النادي الأهلي في أرض الملعب، لكن عموما هانت وإن شاء الله يوم السبت تبقى انطلاقة جديدة للفريق الأول لكرة القدم في إطار العديد والعديد من التحديات الهامة واللي مركز فيها الجهاز الفني واللاعبين كل التركيز لإسعاد كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان إن شاء الله. طيب عندنا أخبار كتيرة هنتكلم فيها، بس خلينا نروح لفاصل الأول ونرجع نشوف أهم وأبرز أخبار النادي الأهلي سواء في الصحف أو في المواقع. يلا بينا.